ميلزن هيجي في لدورف من النتيجة تعلو على حال بلوع لطش اللواء اليمين خلال الفترة الخمس دقائق الأولى من حكم. إذن وجود رميتين جزائية. أنتوني أندرسون هل هو إحدى أندية الإمارات والعام الماضي قدم مستويات رائعة مع نادي أحد وحقق النتيجة. هذا وفاد يحاول مين يمررها مقطوعة. مسجل هذا اللقاء أعزائي المشاهدين الحكم الدولي اللي هو أحمد حبيب الرحمن عبد الله والأنصار، وأصبح الفرق الآن 12 مقابل 6. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف مرة أخرى وتصويبة، شوف اللاعب اللي هو 15 اللي هو ويلتر، نقطة لمصلحة نادي أحد، وهذا هو ويلتر سجل رقم 15 نادي الأنصار. ومغفرته وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحم. مستوى حقيقة يرتفع شيئا بشيئا والتسعة بالفارق، وهذه تصويبة ثلاثية سمعني اللاعب المحترف الأنصاري سجل. هذه أول ثلاثية لناصر أبو جلال. نعم صحيح، هذه أول ثلاثية للاعب ناصر أبو جلال، وتصويبة من التر. يا سلام عليك، يرد عليه يقول له أنت صادق المواساة لأسرة الفقيد. حكم فجر يوم الثلاثاء، سائلين الله عز وجل انه افضل المسجلين في الاجانب الذين في اخوه اعضاء هيئه الاتحاد السعودي او الاتحاد. كلها مقطوعه، ياخذها ويلتر، وهجمه عكسيه خطافيه لمصلحه الانصار. يا سلام عليك يا الحضيه، هذا هو الخطا، شوف الدخول، وهذا هو المهندس، شوف نعم خط 84 احد. كم يتبقى؟ خمس دقائق استاذ احمد، وهذه الثانيه ثلاثيه من خارج القوس عن طريق اللاعب فهد السالك اللاعب جيم فوتاو، يعطيها الاوتر كولستوفر او كلارك، وتصويبه منه. يا سلام عليك يا اوتر، يسجل ثلاثيه من خارج القوس. شوف الثلاثيه الجميله حقيقه من بس نجد ان شاء الله وقت متسع ونشرح لكم المباريات ووقتها والنتائج التي نعم، ونقطتين محسوبه لمصلحة أولتر. اليوم موسى عبد العليم، هذا هو الخطأ الثاني، دخل حقيقة موسى عبد العليم خلال الفترة الأولى هجم من جديد كرة إلى أولتر، نعم ويدخل ويسجل نقطتين لكن مهدر، كرة تصل حائرة ما بين الفريقين، وهذا أولتر يسجل. أولتر بيقدم مباراة جميلة اليوم حقيقة من نادي الأنصار. قلنا حقيقة هذا أولتر وتصويبه خارج القوس، لكن حقيقة شوف تأخر عنها، ودفاع قوي من اللاعب رشاد ويسجل نقطتين جديده. وحقيقة برا هذا اولتر رقم 9 المحترف في صفوف الانصار، يعطيها لمين؟ الى ايمن اسامه غير راي، يعطيها لي يزيد بدوره الى ويلتر اللي هو كلارك من جديد، كلارك ويلتر وتصويبه ويسجل نقطتين جديده لمصلحه نادي الانصار من جديد. يبدا احد بهجمه جديده وهجمه سريعه فاست بريك، لكن حقيقه ما يستعجل.